بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة لسه في ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، والطقس هيكون بارد أو مائل البرودة الصبح بدري، وحار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ودافي على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الجو هيكون مائل البرودة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، إنما معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفيها فرص لأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. كمان في فرص لأمطار خفيفة بالليل على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وده مع وجود نشاط للرياح لأغلب الأنحاء هيكون مثير للرمال والأتربة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيكي يا فندم. اهلا بيكي، وطمنينا عن حاله الطقس النهارده، وهل لسه في ارتفاع في درجات الحراره مكملين فيه، ولا الجو هيكون مستقر اكتر الايام اللي جايه؟ بالفعل اليوم في استمرار لارتفاع درجات الحراره، ممكن اليوم هيكون ذروه ارتفاع درجات الحراره، يعني هنسجل اعلى درجه حراره على مدار الاسبوع اليوم. العظمى على القاهره الكبرى متوقع تكون 33 درجه مئويه، على محافظات جنوب البلاد توصل ل 40 درجه مئويه في الاقصر واسوان، وده بسبب وجود منخفض جوي على الصحراء الغربيه مع كتل هوائيه جنوبيه بتؤدي لارتفاع درجات الحراره لانها مرتفعه بشكل كبير في درجات حرارتها. كمان هيكون في تكاثر للسحب المنخفضه والمتوسطه على مدار اليوم، لكن مصادر الكتل الهوائيه طبعا مرتفعه، فبالتالي هنحس بالاجواء الحاره على القاهره الكبرى والوجه البحري وبعض المناطق من جنوب سيناء. نقول عليها لي الحراره على السواحل الشماليه، المحافظات المطله على البحر المتوسط، اجواء شديده الحراره على جنوب البلاد خلال فترات النهار. خلال فترات الليل مع غياب اشعه الشمس تبدا الكتل الهوائيه الشماليه تقطع هنا، فبالتالي هيكون في الحراره هيكون محفوظ اكثر ساعات الليل المتاخر صباح الباكر، فلسه الاجواء بتكون اجواء مائله للبروده. طيب دكتوره منار، من فضلك بس ممكن بس تتحركي من المكان بتاعك، اجواء معتدله على المناطق الجنوبيه الموجوده في جنوب الصعيد خلال فترات الليل. كمان اليوم متوقع ان يكون في نشاط للرياح سرعتهم من 30 الى 40 كيلومتر على الساعه، واحنا بنقول ان الكتل القادمه من مناطق صحراويه، فبالتالي هيكون مثير للرمال والاتربه خاصه على الاماكن المكشوفه في القاهره الكبرى، بعض الاماكن من شمال الصعيد، شمال محافظه البحر الاحمر، الصحراء الغربيه، طبعا الاتربه والرمال المثاره ممكن تؤدي لانخفاض رؤيه افقيه، بالاضافه كمان فرص الامطار مع وجود السحب المنخفضه والمتوسطه سواحلنا الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، وهي أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على مطروح والأسكندرية، تمتد لبعض المناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، قد تصل فرص أمطار ضعيفة وأمطار طبعا خفيفة لبعض المناطق من القاهرة الكبرى مدن القناة جنوب الوجه البحري خلال فترات المساء بعد فترة يعني مع فترة المغرب أو بعد فترة العصر، في فرص ضعيفة لأمطار خفيفة. إن شاء الله متوقع من غدا الجمعة درجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم، لكن لسه الأجواء هتظل أجواء مائلة للحرارة، يعني خلاص نبدأ نتعود على أن درجات الحرارة بدأت تتجاوز 30 درجة مئوية خلال فترات النهار، اللي هيكون لسه فيها برودة هي فترات الليل، لسه برودة في تمام. نشكرك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. مشاهدينا تعالوا دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة اللي العظمى فيها 33 والصغرى 19، العاصمة الإدارية 33-19، اسكندرية 25-18، العالمين الجديدة 25-16، مطروح 24-15، دمياط 27-18، بورسعيد 26-19، الإسماعيلية 29-19، والسويس العظمى فيها 30 والصغرى 19، العريش 26-17، كاترين 26-10، طابة 32-18، حلايب 32-20، شلاتين 33-22، شرم الشيخ 36-23، الغردقة 35-21. هنروح للفيوم للعظمى فيها 37 والصغرى 21، بني سويف 36-20، الوادي الجديد 35-20، أسيوط 33-21، سوهاج 29-21،
قنا 39-22، الأقصر 40-22، وأسوان 41-23. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة، ودي كمان توصيات هيئة الأرصاد الجوية. مرة تانية هنرجع لأحمد ومنا نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لمي، وشكرا طبعا موصول لدكتورة منار غانم.